التجربة الإفريقية هذا الموسم ضد فريق ريال باباكو برسم سدس عشر نهايات كأس إفريقيا للفرق البطلة. فريق الوداد خرج منتصرا بإصابتين لصفر. الإصابة الأولى تمكن من تسجيلها اللاعب شعيب خلال الشوط الأول بعد تمريرة من اللاعب فخر الدين، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول. خلال الشوط الثاني فريق الوداد سيبحث عن هدف الأمان، الهدف الذي يمنحه التأهيل وبصفة نهائية. الهدف سيأتي بواسطة لاعب فخر الدين بعد تجاوز الدفاع وأمام الحارس، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني الذي أعطى الفوز لفريق الوداد خلال هذه المقابلة، والذي أهله بالتالي إلى دوري التمون الذي سيواجه من خلال اليوم فريق بيرجر النيجيري.